السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنكمل سلسلة شرح الزي بيلدر. هو عبارة عن منصة فيها حاجات كتير جدا، منها البيم، منها الفواتير، منها حساب التكلفة، منها الفور دي وهكذا. ودي ميزة كويسة جدا، بحيث ان انت يبقى كل المشروع مرتبط ببعضه. طيب دلوقتي انا عندي البيم فيور اهوت، عايز ابدأ اختار جزء معين، فلازم يكون عندي الاوبجكت تري بالشكل دوت. تقدر تختار مثلا تقول له انا عايز الويندوز، عايز الوول، هو يعمل سيلكت على الحاجه اللي انت عايزها. مثلا عملت سيلكت على الجزء دوت، ممكن تقول له هايد مثلا، تقول له ايزوليت، فيبدا يخفى اي عنصر غير اللي انت عامل له سيلكت. ممكن تقول له شو اول، وتقول له مثلا عايز الابواب، وتقول له ايزوليت، فيخفي كله ما عدا الحاجه اللي انت عامل عليها سيلكت. ممكن تيجي هنا وتقول له انا عايز حاجه معينه، لا اما تكتب اسمها لا اما تكتب الرقم بتاعها. يعني لما تكتب مثلا دور معين وتقول له سيرش، فيبدأ يجيب لك الأبواب، أو تدي له رقم معين مثلا 100 وتدوس إنتر، يعمل سيرش فيبدأ يجيب لك الحاجات اللي فيها رقم 100، ويبدأ يعمل عليها سيلكت إن أنت تقدر تعمل لها أيزوليت.